على هذه الجلسه الطيبه اللي كانت بالنسبه لي لحفل تقديم الروايه ديال نقول طالبه ديالي هي الحقيقه، ولكن هي اكثر من طالبه ديالي، هي بنتي. انا كنقول لها دائما شبر بنتي، كنصبر ملي كنلتقط معها، وافتخر بها لانها كانت نعمه، كانت مثال ديال الطالبه اللي افتقدناه في الجامعه المغربيه. كانوا عندي وقيله في 36 عام ديال العمل ديالي، كانوا عندي وقيله شي ثلاثه ديال الطلبه اللي بهذا النوع فقط. يعني غير يمكن لكم تصوروا ان في 36 عام قريت عشرات الالاف ديال الطلبه، وكنخرج بثلاثه ديال الطلبه. يعني كانوا طلبه متميزين صغار اللي كانوا بجوم، ولكن هذا النوع منهم السي حميد اللي كان المهم، وهذا فخر الاستاذ الجامعي. يعني ان الاستاذ الجامعي ما كيفتخرش غير بالعمل ديالو، كيفتخر بالناس الاخرين اللي كاينين في مرض. وهذا علاش كنقول هذا حفل وكنفتخر بنتو، خصوصا انها هي الروايه ديالها الاولى، وانا كنعتبر انني العدد الكبير ديال الروايات اللي قريت الروسيه والانجليزيه والفرنسيه والعربيه، ملي كانت عندي 9 سنين وانا كنقرا الروايات، يعني ان ديك المكتبه ديال البلديه يكون تشاد، قريت الروايات اللي فيهم كاملين، بعائشة بنت الشاطئ، بجوزر زيدان، انا وهاد السيده. المهم ماشي مشكل، الروايه الاولى دائما انا كنكتشف ان ملي كنقرا الروايه الاولى اللي كتب اي كاتب كتكون دائما متذبذبه في التقنيات ديالها، فاذا به كنكتشف ان الروايه الاولى ديال نعمه يعني عندها واحد التميز، وعندها واحد المستوى، طلعت بواحد المستوى في البدايه ديالها، كنستمر انها تستمر بنفس المستوى في الروايات القادمه ديالها، او لا تجاوزها، لانه يعني انها هي عندها رهان دابا مع نفسها باش تكثر، باش تمشي بعيد، لانه صعبات على راسها المهمه، وانا كنتمنى انها تمشي، وعندي يقين انها كتمشي. هذا شنو هو؟ هذا هو واحد واحد الجمع ديال عدد كبير من التجارب اللي خدات نعمه في حياتها، اولا الشخصيه كنظن، لان ديك المقارنه كتبقى دائما وارده، وثقافتها الواسعه لانها ثقافه، يعني بغض النظر على هي دارت الاجازه والماستر وكذا وكذا، يعني انها ثقافه نفسها بشكل كبير. يعني انا كنت كندير لهم تقريبا واحد قريتهم جوج ديال لي سوماستر في الماستر، كنت كندير لهم تقريبا واحد 84 ديال لي زارتيكل، ماشي لي زارتيكل ديال 7، يعني لي زارتيكل ديال 30 تاع 35 صفحه، شي 84 في الدوره الاولى، وفي سبع كذلك في الدوره الثانيه، وكنت ما كنرحمش، لان كنت كنقول لهم راكم دخلتي والجنديه، غادي ندير معكم الحرب. علاش؟ لان كاين اللي كان كيعتبر، كاين اللي مشى حتى لعند العميد قال له راه بزاف علينا، ثم الى ما تكونتيوش في الماستر غادي تخرجوا خاويين، توصلوا حتى لين ما وصلتيو غادي تخرجوا خاويين، ما عندنا ما نديروا بكم، حنا ما كنبقيناش نكونوا اساتذه دزنا، حنا دابا بغينا نكونوا مفكرين، مع الاسف افتقدناهم دابا من بعد جابري وهذا، ما عندنا غرض الاساسي هذا اولا شهاده، وعاد ندوز لسميتو يعني كونات نفسها بواحد الشكل خطير جدا وكبير جدا، التزامها بالعمل والتزامها بسميتو، هاد الجوج ديال الجوانب خلاوها انها تكتب هذه الروايه، ما كاينش فيها الشك. انا ما استغربتش اصلا، خصوصا انني قريت سميتو ديالها ديال الشعري وداكشي والدواوين ديالها بجوج. الان ندوزو لحاجه اخرى، هاد الطابلو اللي كاين في هذا سميتو اللي كاين على الغلاف، اولا نسول سؤال ولكن غنستمر في الهضره، واش درستيه مع الفنان التشكيلي؟ واش جلستي معاه وشفتي معاه هاد سميتو؟ لانه عميق جدا هاد اللوحه اللي على الغلاف عميقه جدا، وحنا في القسم الانجليزيه اعتدنا اننا اول حاجه كنبداوها في الدراسه الروائيه هي اللوحه اللي كتبقى فوق الغلاف على الغلاف. انا اضافه لما قال الاستاذ، لان يعني ما قال الاستاذ جميل جدا، انا كنشوف انه هذا
هاد التين كاين هناك تناسق كبير بين بين السيمفونيه وبين الفوضى في هذا الكتاب. اذا انا ذاك الفنان التشكيلي احييه من هنا بعيدا عن علاش نقول واحد الحاجه في مساله الموسيقى وخصوصا ما نسميه الموسيقى الصاخبه الروك والميتال وداكشي ديال هادشي دي ولا جديد وداكشي داروه في الكمبيوتر كيديروا الاغنيه وكيدوزوها في الكمبيوتر وكتخرج لوحات بحال هادو كتخرج لوحات بحال هادو تماما. اذا هذه هي الفوضى ديال السيمفونيه يعني ان حتى السيمفونيه حتى الموسيقى في حد ذاتها راه تنظر عناوين تسمى الفوضى الخلاقه يعني ان فلسفه الفوضى راه معروفه في الفلسفه الروسيه الجماليه الفوضويه اذا انا كنشوف هذا كيعبر على هذا يعني ان كنظن ان هذا الكاتب استوحى هذا سميتو استوحى من دوك اللوحات اللي كيخرجوا من دوك السيمفونيه الموسيقيه الصاخبه وخصوصا هذا اللي علي من ولكن الكاتب ضاف لهذا الشيء كله ضاف هذاك رغم انكم كتشوفوا ان في نعمه كاين واحد السوداويه الرؤيه في الكتابات ديالها حتى في لا 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 في الديوان الشعري الاول ديالها كنلامسه حتى في الروايه كاين الحزن كاين لا المهم كيمشي للحزن اكيد اكيد على كل حال ان هذا الشيء كله رغم ذلك ان الفنان التشكيلي عطانا واحد الفجوه هذه الفجوه هي اللي كتبان في هذا البياض اللي كاين في الوسط وهاد الشبحين اللي غاديين يمشيو باش يدخلوا له. اذا كاين تفاؤل كبير عند نعمه بن حلال في الروايه ديالها والتفاؤل ديالها هي ان كتبت السرد اللي كان جميل جدا لاجمل ما كاين في الروايه هو اللي تكتب في اسطنبول وهنايا فين كنبينوا بانها كاين تفاؤل كبير وفي الوقت اللي كانت ان انا كنظن باللي الوقت اللي كانت كتسرد في اسطنبول كانت بعيد كانت صافي بعدات من هذاك سليمان وبعدات من داكشي كله وبدات حياه جديده. اذا هذا هو ما نعبروا عليه بالتفاؤل وهذا هو اللي كيبان في هذه الارضيه التحتانيه وفي هذا سميتو هكا كنشوفوا انا ويمكن يكون تاويلات اخرى ماشي ضروري انها تكون سميتو لا 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 الاشياء الاخرى اللي بغيت نعبر عليها هي تضيف عدد كبير من التيمات سميتو. انا كنعتبر ان الروايه ديال نعمه بن حلال روايات لان كل تيمه لان التيمات عاده ما تكون هناك تيمه رئيسيه وكيكونوا تيمات سميتو في روايات هنايا كل تيمه هي عندها واحد الثقل كبير واحد الحموله واحد سميتو كل وحده عندها وزن وكل وحده كيفاش كتوظفها يعني نعمه بن حلال كتوظفها بداك الوزن وبداك الثقل وبداك هذا وهذا شيء مهم جدا لانه ماشي كدوز عليها مرور الكرام وكل تيمه يمكننا نرجعوا ليها للصفحات كنستشهدوا بها ومتفرقه في الصفحات لانها حتى في سميتو كتبت رواية متعددة الأبعاد، كتبت رواية بروايات متعددة، وكتبت رواية بسرد متنوع، وحتى السرد اللي كانت كتسرد كنزة، حتى السرد أو الإجابات اللي كانت كتسرد كنزة، كانت بعض المرات كديرها بالمتكلم، وبعض المرات كتديرها في الوقائع. حتى في السرد ديال كنزة كانوا جوج أنواع السرد. وهاد التيمات هادو هضرات على الحب هضرات على الهجره هضرات على الصداقه هضرات على الزواج هضرات على الخيانه هضرات على دور المدرسه هضرات على الدين والتسامح هضرات على الاخلاق على الاختلاف الثقافي والتعايش اللي مسائل اسد اشتغلنا عليها بزاف في الماستر معرفتها للتاريخ عموما وتنوع الارث الحضاري اللي كانت كتهضر عليه خصوصا اللي كانت في سميتو هضرات على الاخلاق هضرات على الرمزيه والمعاني الباطنيه رمز رائع لتصور الانثى وهنايا انا في هذه القضيه ديال تصور الانثى الوقت اللي كانت كتوصف آية صوفيا الوقت اللي كتوصف سميتو اللي كان مسجد اللي كان كنيسه ورجع مسجد ومن بعد رجع الوقت اللي كانت انا كنعتبر ان نعمه بن حلام يعني يمكن غادي شويه الغامض نزيد شي شويه في سميتو ولكن هذا رايي الخاص انا كنعتبر ان نعمه بن حلال عطات واحد
البعد الجديد للنسائية بعيد عن النسائية اللي تقالت في الغرب اللي دارت في الغرب، لأن درسنا النسائية في سميتو داكشي بعيد عن النسائية اللي دارت في الغرب. علاش؟ لأن بن حلام الوقت اللي كانت كتشرح سميتو اللي كانت شنو سمات آية؟ أولا ربطتها بالأنثى بالحكمة، والحكمة الإلهية، يعني أن ربطتها يعني آية صوفيا هي الحكمة الإلهية، هي الأنثى، هي رمز الأنثى، وهذا شيء خطير جدا. يعني أنه هنايا هذيك اللي سميته الذكوري كل عادم عندها، لأنها خلق لها الإشكالات في الرواية في الحياة ديالها، يعني كنهضر على كنزة، خلق لها التشنجات، خلق لها الفوضى. فإذا السمفونية رجعت لنا في الشرح في ذاك السرد اللي طرحته الوقت اللي كانت كتهضر على آية صوفيا، شرح جميل جدا، وربطته بالنسائية، ربطته بالأنثى، لأن اسم صوفيا شيء جميل جدا. استثمار أغوار النفس البشرية وعلم النفس مثلا صفحة 28، الإلهامات والتصورات الاجتماعية، الإحالات على مذاهب التصوف بطريقة سليمة جدا وبطريقة متنوعة وبطريقة تداخل، يعني سميتو الربط بين الصوفية وتوظيفها في الحياة الاجتماعية دون إدماجها في سياقها الديني، وشيء جميل جدا باش تخلي السياق الديني الوحيد وسميتو لهذيك العملية ديال سميتو التصورات والفلسفية والاجتماعية للحياة كثيرة جدا وإحالات كثيرة جدا. لو كان عندنا الوقت يمكننا سميتو المسألة الثانية بالنسبة للنعمة بن حلام على من غير العدد ديال التيمات، وهي المعارف ديالها الكثيرة، يعني أنها دارت استشهادات، دارت بعض المرات كنمشي لدرجة أنني كنقول عندك تكون غادي تطيح في التقريرية الأدبية، رغم أن بدون القدح للتقريرية الأدبية، لأن بدون قدح لأن التقريرية الأدبية كما عند نجيب محفوظ بتجبرت بزاف ديال الإحالات على نجيب محفوظ في الأسلوب ديالها. هاد المعارف هذه، يعني ذكرت بزاف الفلاسفة والمفكرين وهذا كما أشار لك الأستاذ، وذكرت كثير من بحال يعني كثير من الإشارات الأفكار الفلسفية لهذا مهمين جدا، وكيعبر على البعد الثقافي ديالها والفكري ديالها وداك الشيء. اكتفي بهذا الشيء وشكرا. شكرا لك استاذ.